السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد الرحمن وجايب لكم اليوم فيديو جديد الأبو داخم، نكمل فيه سلسلة البطل المغولي. وحاب أني أعلمكم يعني يا شباب أن يعني سبقت الأحداث ورحت جبت ذا سارجن، نحتاج لنا طبيب مثل ما تكلمت ونبي نحطه يعني عندنا في التشكيلة ونعطيه رول السارجن عشان يصير هو الطبيب أو السيرجن مو سارجن. فعندنا تورنمنت، نبلش بسم الله. شي برون هذا انا خويك تاتا ماني 30 ليش طاح من حصان هذا صدق يدور الزله طاح حلو طرحناهم كلهم خلنا ناخذ هذه 150 لعبتي يا حبيبي حوشه رفيجي ليش دش عليهم اثنينهم حلو ليش القوس مالكم ضعيف كذي؟ راح يونغ حلو ندخل الجولة الأخيرة ضد غريس لا رمح مرة ثانية شيء بس حبيت ابشركم ان الثلاثه اللي يعني كانوا مو مشتركين بالقناه اشتركوا فاللي باقين اللي ما اشتركوا يا شباب شدوا حيلكم طق اشتراك وخلاص ولا تنسون اللايكات خصوصا ان يعني قاعدنا نلعب وماخذين الجو ونلعب على راحتنا وقاعد نستمتع فالشيء اللي غيرته ايضا عندي القوس طورته يعني من زمان كنا قاعد نلعب بالسمبل شورت بو يعني شيء قديم هذا ف تطوير كبير يعني من 72 دقة ل 95 فراح نكون أكثر دقة وشلنا القوس الرماية القديمة صار عندنا بس 23 سهم نقدر نرميهم فما راح نلعب بالرماية بشكل كبير يعني بس إنه راح يعني تكون عندكم فكرة إنه راح يعني إنه عندنا قوس جديد الشباب عقب ما خلصوا عندهم احتلوا ميزيا توهم محتلينها فطالبين التصويت على ميزيا بعد منو عندكم اللي تبونه أكروم ومنشق وإلاتار يعني لو ما نصوت أفضل صوتوا حق أكروم يستاهل أكروم واحد من ربعنا كلهم ربعنا أصلا كلهم عيال عمنا يعني فالأعداء قريب وإحنا نبي حرب فنبي ندور جيوش عندهم ولا شيء مثل الحرب اللي أمس في شغلة ثانية شباب في شغلة ثانية اكتشفتها ان اذا جيت حق دياري انا هذه ارسلاكة من اللي سوى الجيش برون خار خلنا نروح نشوف شنو جيشه اذا جيت حق مناطقي انا اذا طقيت على ريكروت تروبس يطلعوا لي وحدات صينية وحدات يعني غريبة عجيبة واحدة من الكتائب اللي واحدة من الجنود اللي طلعوا لي الفورم ميرسينري هذا مود حاطة سوجي الظاهر بس ما انتبهنا عليه اللي هو مود البنادق بندقية مسكة رايفل بعد ما عاد ورا نبي نشوف قدرتهم هذول على القتال وعندنا بالقرية الثانية طبعا انتو حظك اتوقع انه يطلعوا لك ولا ما يطلعوا لك وقالنا نبهنا انه ترى ما تكلمنا عن الاضافات الثانية يعني اللي حاطينها اللعبة حاطينها المودات فاذا رحنا حق الكلانز ودخلنا على الماينر عندنا الهروشة هذول اللي ما جنودهم ما يسون اللي هم اليابانيين وعندنا الكوراي هذول وعندنا أيضا السويدي هذول السويديين طبعا نبي نزيد قواتنا حنا بعد فنبي نرسل ربعنا بشارج وراح يكون شغلنا الرئيسي على السيف وين جنودهم 18 جندي من يسار نبي نحوش بهذا طقة بس عشان نشوف الدمج مالهم 90 يعني شيء أفضل هذول يحذفون والله جنود يطلعوا
الجوالين مو خابرهم خيالة بعارين. هذا شنو؟ السراي مملوك هيفي كافلري مطورين هذول مغول. 43 حلو. ايه 54 واحد سلام. نضربهم نطلع وندخل نطلع وندخل لين نقضي عليهم كلهم. باقي طبعا مجموعة بسيطة منهم. والصراحة يعني كلمونا الشباب قالوا لنا يعني لا تضرب أحد وهو منحاش لأن ترى هذه من وهم قالوا كلمة صعبة قالوا خوارم أو مراخم شيء يعني بالمروءة خوارم المروءة أتوقع أن هذه الكلمة اللي قالوها. ف يعني راح نتجنب أن نضرب الناس وهم منسحبين. لقيت لي معركة ضخمة تشوفونها يا الربع. ربعنا خسرانين بشكل كبير بس هني هذا اللي يقول لكم إياه دخول أبو داخم للمعركة يقلب كل شيء. لعبنا المعركة وصلنا لحركة الجنود وقفنا الخيال يسار طبعا ربعنا محركين خيالتهم السهام بشكل كبير وحنا وقفنا طبعا المشات ويا الجنود يعني بموقع قريب فعشان السهام يقدرون يضربون على راحتهم ويأخذون يعني الكمية الكافية من الرماية لأن العدد اللي ودنا كبير شوي فما رح نقدر نسوي شيء إذا هجمنا على طول نلعبها بذكاء شوي ما يحتاج ان نلعب عن جهية شوي. اعدائنا هاجمين فنبنعطي ربعنا اللوس فورميشن اللي تفرق الرمات وعندنا طبعا خيالة السهام موقفينهم ما نحركهم حتى الان نبي نشوف شنو نقدر نسوي فيهم بعد شوي نريح ونقدر نرمي على راحتنا في القوس خصوصا ان عندنا يعني قدرة على الدمج العالي وهذول المدرعين نحاول ان نطيحهم كثر ما نقدر بس والله المشكلة انهم يعني حاطين دروعهم بشكل قوي فواحد اهجموا والله هذا حط درعه خايف مني ولا عندنا اربعة الحين نقدر نهجمهم وثلاثة تعالوا هني ندخل بينهم ثلاثة فلومي نطرح هذولا الخيال المفروض انهم ملاحقيني فالهدف انه من هنا ان نلف جنود العدو هذولا كلهم عندهم دروع ولا شنو فوالله مو قاعد يلفون الشباب زين لفوا والله مدرعين هذولا شو اسم جنودكم؟ شو اسم جنودكم؟ الامبراطوريين ها؟ والله دروعكم كبار مسوين تستيدو بعد ما ادري شو يسمونها هذه مالت الرومان القديمة السلحفاة بس اوكي لحظة كلكم تشارج ها هذولاك ربعنا طلعوا وين واقفين؟ اثرينا مخلينا طعم حنا نحاول نضرب هذولا هطورهم بس انك تدخل وتطلع بين الجيوشهم هذا قتلنا هذا ضربنا بمقتل بس ما عليك يونج جايهم لا والله نسون هذا نسون عاد عنده خوارم المروءة اثرين ليه ما سلحت نسون او عزة اخويا ستة باقي لهم يعني متين طالع ما عنده شيء للحين المطرقة الاولية خلاص الحين نسلحه وينك يا نوسو تعال خلنا نضبطك اول شيء نعطيك الدرع هذا والله درعك كنا افضل درعك ليفل 4 كان خليته وبعته بس سلاحك قديم يعني يبيلك سلاح اجدد نعطيك هذا تير 5 ستانس ونحطه فوق اول شيء ونحط هذا الدرع وراه ونعطيك بعد يا طويل العمر ما عندنا جافلن يحذف فيه لا تعال خلنا نعطيك دروع اول شيء عطى خوذه وعطى كتف وعطى والله صدر هذا كنا حلو بس لحظة وانا ابو داخيم لا صدري احسن اوكي عطى هذا واليد بعد عطى درع يد قوي 25 يا سلام وحط له هذا 20 الحين تعال انت بعد اخذ 20 15 واخذ
20 بعد يد وخذ درع صدر زين واكتاف. ما قصرت فيكم، اتوقع اني ما قصرت فيكم. درعك سيفك اخ ليفل 4 هذا، هذا ليفل 6 يا سلام. في شيء ما استوعبت له، انا ما انتبهت له. شفت اللي توني سلحته الثاني، هذا اللي توني سلحته السيرجن الطبيب مات بالمعركة. اي والله مات. شو اسوي فيه الحين؟ هذا جايب عشان يعالجنا ومات هو اول واحد. ودي التحق مع الجيش اللي هني، جيش نيان تاي، نبي نشوف اذا نقدر نقاتل وياهم. عندهم والله صغار قاعد يطردونهم، بس ما نحتاجهم، نبي نوقف فيه الجيش ونبي نصف وياهم ونمشي اللعب. يا الربع هذا ابطا يعني للحين ما خلص. شنو يبي يبني؟ قاعد يبني له منجنيق وينكسر، ويبني له منجنيق ثاني وينكسر. يلا دش على الرياجيل، حيل تاخر علينا غير عن الثانيين، يعني لدرجة اننا نقدر نجند على راحتنا ونضبط شغلنا. شو السالفة؟ ميانتاي شكل هذا جبان، من جبناء الخزيت، جبناء المغول. كسر واحدة ثانية ولا قاعد يجمعهم كلهم حوله؟ شو السالفة؟ هذا لو يجمعوا لهم جيش كامل يجيهم 150، هذاك 180 جندي وياهم، بس يقدرون يغلبوننا، يعني مو يغلبوننا، يصيرون كثرنا. بس والله حيل تأخر يعني. طالع الحين قاعد تفكك الجيش، فكك لأنه جاه 264. لا هذا شنو يا أخي؟ أنا غلطان إني جايك يا نيانتاي. 806 ضد 575، هذه معركة، امحق معركة قادها نوسون. يعني لو المفروض والله اني طالع من الجيش وداش كجيش الحالة، يعني عشان ما يقودون يعني هالاشكال. طالع ارشر سخاتي زين، وانا القائد مال الجيش امحق مو موجود حتى. يلا عطنا عطنا هذول. اوه ايه عطنا هذولا، عطنا هذولا من قلب، عطنا هذولا. ربعي موجودين، الدخمانية دج جو. وقفوا هنا لوس فورميشن، فيس ذات دايركشن. وين رماتي؟ كاهم جو. اوه طلع الابطال هذولا. كرمش انفرنت يا عمي زين، ايش دعوه برد عليك يا نوسون؟ طال يقول خلنا نقعد دفاع. ها زين بعدين ايش بتسوي بالدفاع؟ قل هو 310 و203 يا الربع، هذه معركه طويله ودي اني العبها بقياده، يعني بدال لا نشير مثل كل مره ونهاجم على طول. فنبي ننطر، نبي ناخذها معركه على الراحه، نبي نلف يمين ويسار، نبي نحسب لهم حسبه يعني. فنعطيهم الحين ربعنا بالبداية. نقف هذا، ما نقدر نطرح أحد منهم. إخ والله حط درعه، طرحهم يا الربع. هذا هذا آخر بعد، هذا 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 42 لأنه ترور. أوه دشوا دشوا الأعداء، عندهم خيالة من يسار، بس تشوف رماتنا ما يخلونهم. الله وكيلك، هي تكتيك تكتيك. هذول مشاتهم مع خيال، شلون كذي؟ شلون يرمون ربعهم؟ اجل كل خيالتهم دشت. يا طيب ابي قاتل، ابي اطق واحد فيكم. حلو هذا طاح. هنا هذول اخ، حلو طاح الثاني، طرحوهم. الحين تعالوا اثنين، تعالوا هني، ننزل عن الجبل. نبيكم توقفون هني، فيس ذات دايركشن. ايوه عاشوا.
مشاتنا وينهم؟ 190 للحين ها؟ كل هذا هذولا يخرعون يا أخي. طيب شلون واقفين مع دروعهم؟ مشات سهامنا قراب والله حيل عند المشات. بس أوه طالع شارج يقول لي ها ها سوينا الحركة ها؟ نضربهم شارج بالمش بالسهام من وراء. يا الربع ليش مسلمين قيادة هذا؟ سهام رمات أنا ربعي يا طيب الخيال هذاك شارج يقول يعني صايد الحركة ويا وجهه هذول. أوه سهام هذول سهام معطيهم أمر يعني ما يدافعون دجوا أح الطقيق يا ولد لا تطق لا تطق لا تطق انسحب انسحب ننسحب انسحب وانا بنسحب. شفت نسون شو يسوي توه حاول انه يسوي لنا بلوك بادي بلوك عشان يذبحنا. حلو رماتنا فازوا في المعركة مثل ما مثل ما توقعنا يعني. هذول الحين قاعد يرمونا ها والله شغالين الربع فيك ما حد واقف. اوه ولك هذول مشاتهم كاهن سكرمش يقول يا لا تسكرمش خلها عندك انت. ودمي شعره وانا قاعد اهاجمهم. شارج 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 ولا يكلمنا هذا. سكرمش سكرمش رد عليك انا ما بقى الا نسون. تو اتاك وذ فول فورس وذ اون روف نتري يا عمي زين سريع. ركبنا ركبنا بس الحصان. نصط هذولا وظهورهم أعطيهم الطعنة. والله بغي يدفون نعطيهم الطق اللي من فوق. إيه شارج شارج يبا شارج خلصت. يعني صار يعني صامل فيه يا رب. طعنة خلي يروح طعنة طلع الكويتي ها. ليش أغنية النصر وهم الحين قاعد يقاتلوننا يا شباب؟ أح سهم صديق هذا. وقف وقف وين أبو داخل منو اللي ذبحه؟ صدق سهم صديق؟ اغتالوه 23 ذابح أبو داخل. زاد بالتكتيك زاد بالبولارم زاد بالقوس زاد بكل شيء كل شيء. والله ما قصر فيهم أبو داخل. 230 خمسة بس اللي ماتوا. منو اللي مات؟ يونغ لكن مات من صج. عشوة تعال الناس يموتون من صج هني. شراكتك فين؟ لا 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 نلعب. طالع هذول ماتوا من صج بنات. لا غلط كذي انتبه. بس اخذ لوت اخذ اغراض. بريتوريان بريتوريان برنسبلايز مدري شو اسمه هذا. عطنا واحد من هذول شكلهم يخرعون. ابو ذيب هذا فينيقيان راونوس. ايه الحين قمنا ننتبه على هذولا. طالع هذا كم عنده القوس ماله عادي ما عليك من هذا. بس السهم ماله 60 ستاك والدمج ماله 30. انا 3 عطنا واحد منه عطنا واحد منه. شنو كم مكان عندنا هنا؟ عندنا كذا مكان بس بسيط. ماكو شيء ثاني يجذبنا يعني. خل هذول يولون برنس. هذا قبل كان زين قبل كان زين. خلي يولي هني يا طويل العمر. عندنا اوه هذا ون هاندر والله زين. هذا ممتاز نقدر نكسره بعد. اوف هاي تذكر ايام ابو داخل ابو داحم مو ابو داخل. عطنا لوت. ها هذا اللي طقوني هذيك المره طيحوني. ابي هذه ابي هذه. والله ان اللي تحت زينه تزيد سرعتنا. بس لا عطنا هذه عطنا هذه. وصلنا 106 قاعد نلفل شوي شوي. شوف الارقام قاعد ترتفع. هذا ما بقى له شيء بعد يعني شوي شوي. بس ان هذا نيان تاي ما عاد اني قاعد انده. مش تكمنه يا اخي
ما ينفع بسبع المذاهب. شايف انه يوم جت المعركة كان يقول ها من يقود؟ اخ سلامة، شفيك يا سلامة، تعلن الحرب وانت قريب عند قري عند مدينتي. لا لازم نرجع للبيت، لازم نرجع البيت للربع، لا يروحون، لا تروح ديارنا، خلنا ندخل داخل. رديت لديرتي على بنا بفزع لها، منشق جايب جيش كامل يبي يحميها. والله كفو، والله كفو. اه من اللي يطردك هذا؟ تاوني تعال 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 يا تاوني تعال. شلون الطارد منشق؟ شنو جنودك انت؟ ليش منحاش مني اصلا يا اخي؟ جنودك زين؟ ها بنت يا اخي، ولك شنو المعركه التعيسه هذه؟ لا ما نبي جبال، ما نبي شيء كذي تلال، ولك السهام ما تقدر حتى تطالع. اوكي تعال تعال سهامي، تعال فوق تعال فوق تعال. الرماة يوقفون هني، وهم وينهم؟ وين 200 متر ولك بعاد حيل. ثلاثه فولو مي، اربعه فولو مي. هذا توقع بواحد بط، هذا حلو. اثنين وقفوا. اح براسي هذا ما يتعامل. من اللي ذبحني؟ هيفي سكاوت. ايش دعوه؟ عطنا عطنا هذا عطنا هذا. اثنين وقفوا هني. ما بعد من اللي يتكلم هذا؟ اف سبعه اف سبعه يعني عربي ها؟ لوس لوس. واحد خلكم وراهم بس فيس تاتوي. حلو. ثلاثة ارجعوا فولو مي. أربعة سكرمش. أربعة شارج 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 شارج. لا تسوون الحركات اللي يسوونها الناس مرات إذا يفترون على على الفاضي. ولك هذا شنو؟ ها عربي فارس. ايه فارس قوي اجل. بس ان الرمح عنده مو شيء. صدوا صدوا. وين اعدادهم؟ اه جايين هذول بالطريق. اوكي اثنين امشوا 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 اثنين. أربعة شارج افتروا افتروا. أربعة الحقون الحقون أربعة. أنا غلطان محركهم. أربعة خلكم فوق. وين وين أعدادهم هم؟ أوه هذول مشاتهم دجوا. شوف شوف الهجمة هذه لعيونكم شباب. يذبح البليد دانسر عباله قاعد يلعب وورد أوف وور كرافت. واحد أبيكم لاين فورميشن وشارج من أعلى التلة مع شارجي أنا. ثلاثة فولو مي. اح والله طقاني. المشكلة اذا مت انا اح سلمت الثاني ومت. يا اخي هذول شنو سهامهم؟ لكن هذا 30 دمج. يوصل من بعيد حيل هذا. اي والله اي والله قايل لكم 30 دمج. عشان كذا بطقة واحدة قاعد يشيلوننا. ما تقدر تقاومهم. شنو شنو هذولا؟ عطنا عطنا منهم أربعة عطنا منهم أربعة. هذا كم درعك أنت؟ كم سيفك؟ مو شيء؟ أوكي أوكي. طبعا عطيناها حركة التجنيد الإلزامي. جيب لي كل شيء، كثر لي من كل شيء. بس عشان نكثر العدد نلحق على الأقل. لكن مات نص جيشنا بالسهام هذا اللي سهم يعد ما يخطي. ويعني دمج عالي ما يصير يا الربع. لقيت عندنا سعره 320,000 قوس 30 ستاك. عندهم شيء هني بعد؟ لا الوربو عادي. اوكي النوبل بو النوبل بو بس عندهم. الانتيم بعد تلقى عندهم شيء. ولد هذول مصيبه والله مصيبه. لكن حتى الجافلن عندهم احسن من الجريد. والله يمكن احسن من الجريد ما تدري عنه. بس الحين عندنا فلوس. الحين يقال لنا عندنا فلوس. يا ولد دم بنعطيه فرصة ثانية. نيانتاي هذا للحين قاعد يفتر بجيشه.
نبي ننضم وياه، نبي نشوف كان يبي هجم ولا شيء. 480 ضد 215 يعني والله ما ادري، دائما ينطر هذا، فما ادري اذا كان راح يهجم اصلا ولا لا. طبعا جندنا تجنيد كامل ورحنا للبطولة لاي مدينة الماكب ودربنا تدربنا فيها وضبطنا شغل الجنود ولفلناهم، صاروا يعني لفلهم افضل شوي، بس مونيانتاي للحين محاصر يعني. ما اعتقد انه راح عمره راح يهاجم ولا يعني، قمت اشك للامان انه يعني هو واحد من اللي ضدنا. بعد ما نطرنا يمكن 10 ايام واحنا بس واقفين قرر انه يهاجم. 469 ضد 212، هم عندهم باليستا عندهم شغل، احنا اعتقد ان عندنا سوار يعني او ابراج، بس ما ادري وينها، يمكن ما نزلها بعد المعركه. طبيعي يا اخي نيانتاي هذا اللي شفتوه اعدموا على طول، حتى لو انه يعني مع رب من ربعكم اعدموا، ما في طف، ما في طف. في احد داخل هنا؟ كم الله بالخير. اوه اي والله كاه قاعد يدخلون. زين وين بنروح؟ بنروح وراه. هذه حركه بنخش هنا، ما نبي نحارب، نخش تحت حصاننا بعد لين تخلص المعركة. وصلنا يا الربع، صعدنا لهم يا ويلكم يا الهي. طبعا نبي نسوي الحركة اللي سويناها هذيك المرة دام انها ناجحة، يقولك لا تغير حركة ناجحة خصوصا. لا يا الربع والله نرحت، والله ما اروح، والله ما اخليكم، والله ما اخليكم هذا. على روسهم شوي، على روسهم. يا ولد اسلحتك حبيبي غير هذا. القوس المفروض ما يحاولوني عليه اذا ما عندي سهام. انزين من هذا؟ شي بعد من اللي فيه فوق واحد كنا. هيهي ما تنتبه علي اذبحك على طول انا. في احد فوق؟ لا هذه انت منتبه علي. شي نذبح البلستة، حلو. الحين خذ البلستة وارم ربعك. لا خلينا ننزل. وينكم الحين عاد؟ المشكلة ان نظفنا البرج هذا، بس انه والله ما ادري ايش صار بربعي الحين. هذا كان في واحد هني بعد، وين رايحين احنا؟ ضعت يا الربع، ضعت. الظاهر اني نازل السرداب. وين رحنا؟ وين بوابنا؟ وين طلعت انا يا شباب؟ زين هذا مخرج. اوه الربع واصلين هني. الله يا الربع ما ادري وين راحوا، بس الظاهر انهم بوحده، الظاهر انهم فوق قاعد يقاتلون. يعني نبي نكتشف، احنا نطالع الخريطة. هذه ارضنا بعد الجديدة، قلعتنا ان شاء الله بيعطونا اياها. كاهل معركة، كم باقي لهم؟ باقي لهم 9 رياجين. خلصت المعركة تو نشوف. زدنا واحد بالمدسن. ايه شنو سويت؟ غيرت ابو داخين، خليته هو الدكتور، وخليته هو المهندس، وخليته هو الكوارتر ماستر. الكل في الكل. واعتقد ان هذه نقطة جيدة ان نوقف فيها الفيديو. والصراحة اخذنا بعض المعارك الحلوة وقدرنا يعني نغير الخريطة للإيجابية حق دولتنا. يعني عندك الدولة شلون ماخذة، حتى تيال جاها مونتشوك مرة ثانية بجيش ثاني، فعندنا هني امبريلا باقي، مخذينا ميزيا وقاعد ينتشرون. شوف الحين المغول تحس ان كأن ابو داخيم وياهم يا اخي، كل شوي قاعد يتطورون. خذينا لوخانة، نبنا صعد لهم هني، نبنروح حق منخق، كل شيء صرخة. فنبي نشوف لنا صرفة ونبي نشوف الخريطة وشنو نقدر نسوي. والله اليابانيين خطر إذا أعلنوا علينا الحرب. كم جيشهم اليابانيين؟ 4700، كثرنا. من أكثر واحد عنده جيش؟ والله العرب مو سهلين بعد، البلايك هذول بعد. لا هذا اللي ضدنا طبعا، يعني أبو داخيم ضدهم أكيد إنهم راح يكونون ضعاف. واخر تجنيد وريكروت وتطوير وعقبه عاد ننهي الفيديو. اشكركم شباب على المتابعه، ان شاء الله انكم استمتعتوا معنا،
ويعني لا تنسون تعطون الفيديو لايك وتشتركون بالقناة إذا الحين ما اشتركتوا. ما أدري ليش ما حد الحين ما اشترك بس يعني هذه بس خلاص. يلا نشوفكم بالفيديوهات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.